واخيرا من الريبلز بعد انتظار دام لاكثر من سنه، لورد اكس حن علينا ونزلنا لنا فيديو افضل اربع تشكيلات لهذا الموسم. تنويه بسيط لورد اكس، لو سمحت ما تقطعنا بهاي النوعيه من الفيديوهات لان عاملين سلسله كامله على هذا الاشي. زي ما بتعرف الشباب الاردن عباره عن تلبيس طوابق. دورنا بهاي السلسله من الريبلز نلعب اربع تشكيلات ونقيمها من 1 لـ10، ولكن مع اضافه جدا جميله نحكي لكم احصائيات كل تشكيله وشو مضاداتها. اول تشكيله راح نلعب فيها الرويال هوجز رويال ريكروتس تريبل سبيل، بامكانك تبدل فيربول بناروتو، ولكن احنا راح نلعب نفس الفيرجن يلي لورد اكس كان عم بلعب فيه. ليتس جو مان ريبلز. اليس سكيل طبعا بالجيمز راح نركز، وبس نخلص نعطيكم التقييم، نعطيكم احصائيات تشكيله، نعطيكم شو كمان الكاونتر ليله. اوكي خلينا نسمي. طيب خلينا نفتح هون بالله زابز، مع انه هاي النوعيه من التشكيلات مش شرط ان تفتح فيها لعب لانه هي اصلا تشتغل على دبل اكسير. حلو الكترو. الالكترو شو بيهيئ لك؟ بيكا بريد سبام، يمكن يمكن لا، ما بتعرف ايش بالريبلز، والله ما بتعرف. طيب بما انه هو مش معلم مستنق يصير يلعب، هو مش يلعب، مش عارف ليش بدوش يلعب يعني. اويلي اوه اوكي اويلي الفاير بول يعني شباب تلعب هنا. طيب هون راح نلعب باقل تكلفه من الاكسير اللي هو الكيج، لانه ما بدي اطلع الرويال كروس من ايدي في حال، لانه اول شيء هن اغلب 3 اكسير من الكيج، وثاني شغله لانه هو معاه اكسير اكثر مني فانا ما راح اعطيه فاليو كبيره. اوكي سو فاير بول هذا ممكن عم بلعب، بس اتوقع ما مع ماينر او لا، ممكن يكون في مع ماينر تريبل سبيل دبل سبيل، لانه في مع دارك برنس بلعب دبل برنس الحلو هذا. اوكي هون خلينا نشيل تشارج دارك برنس بالبربيرين بارل، حلو شلناها. في مع اسهم وما مع زاب، لانه في مع الكترو، على الاغلب في مع ماينر ماشي ودبل برنس. سو التشكيله راح تكون نوعا ما صعبه لانه ما بعرف صراحه فكره تشكيله الجاين دبل برنس مشهوره كثير. راح نفتح 3 رويال هوجز يسار واثنين يمين، انا كاني بعرض هولا. اوكي بالحركه هاي، او اذا هو حاب الدافع برو برازر حاب الدافع. اوكي اوه غلط. اوكي ها اتوقع راح ابلع ضربه لانه هون تاخرت كثير بالفلاينج ماشين، واخذ تشارج الارض والسماء بكفي يخرب بيتك يا رجل. 4 ضربات مع التشارج الحق علي، لازم انا اسريع لفت الفلانج ماشين، بس اخرت لانه خفت صراحه لانه ما دافعش. اوكي خفت اكمل مع البرنس بالجاينت. اوكي شباب هون بتلعب، والله بتلعب الشباب، عشان هيك لازم نكون محترسين. اوكي مال ريبلز. طيب صح يلعب هو جاينت من ورا، راح افتح 3 بـ3 رويال كروس عشان نعمل كاونتر بوش بنفس الجهه اللي هو من عكس الجهه اللي هو الهجم فيها. ونفتح هون 2 زابز يمين واحده يسار، برضه توزيع جميل. نلعب هون بربيرين بيرل ادراك برنس زي ما لعبنا من قبل. الكترو فلاينج ماشين عالية عشان الفير بول تبعته، وممكن هون نشمطه. اوكي ممكن نشمطه هون فير بول على ال الميجا مينيوم، بعدين نعمل هون سبليت بوش. اوكي راح يدافع اجباري دارك برنس خرب سايكل ضربة حلو، اتوقع هذا صار برنج الفير بول. زابس 2 يمين واحدة يسار عشان البرنس ما يعمل تشارج، وهون راح نلعب ايش هيك هيك عشان نمسك الورا ما نمسك الجاينت. اوكي الجاينت ما بهمني، بهمني انا اقتل شو في ورا الجاينت صراحه، هو بهمني انه اقتله. اوكي بس بهمني انه نخلص الورا بالاول. سو هنا في عنا فاير بول، بعدين في عنا اسهم عشان ايش نخلص اللعبه. سو صراحه التشكيله هاي بلعب فيها خصم جدا جميل. اوكي ولكن انا زي ما بتعرفوني عمري ما لعبت بالجاينت ولا راح العب فيه. دي جي والبلايد هومي التشكيله الثانيه راح العب فيها من الريبلز اللوك بيت. انا كمان بعرف العب لوك بيت احسن من التشكيله اللي بلعب فيها. على فكره الرويال كروس مع الرويال هوكس قعدت فتره العب فيها من زمان، ولكن تركناها في اخر رحله اللي لنا. هسه امبارح على البث المباشر شفت في ناس تحكي لي هيمو هل انه عادي نلعب باللوك بيت بهذا هاي الميتا، ما بعرف شو كان سبب سؤالكم، عشان هيك راح نجربه هسه قدامكم. تاخرت. اوكي لازم هون حمينا البرنسس، لعبنا كثير كثير على الفاضي. اوكي هون اتوقع راح اكمل هجوم عشان يلعب كمان كثير اكثر عشان ما يكمل هجمته. حلو ومنه مع اسهم. اوكي لو نلعب هاي هون برنسس هون صراحه هيك بعمل عشان ما يكمل هجمته. اوكي لعب زاب اسهم شيش. طيب لعب زاب اسهم، على فكره لو انه معاه دلوج اسهم يكون احسن لإلي، بس الزاب لانه في عندك انفرنال. حلو هسه هون ممكن معاه سكيلتون ارمي مجهز له ذا لوج او سكيلتون دراجونز فالكري هون. حلو طبعا حلو بتشكيل كمان يعني يسكلها نوعا ما جميل. هسه بعرفش اذا انه رجع له الاسهم ولا لا لايده، شو الاسهم لايده؟ اوكي رجع الماينر لايده. هسه معاه اسهم لايده. اوكي في معاه كمان سكيلتون ارمي. هسه هو راح نرجع هون سبيريت فتح لافا،
اذا فتح لافا نلعب هون الجهه الثانيه. اوكي امشي يلعب راحته، انا العب هون بري لانه في مع اسهم ممكن يطنش ممكن يدافع. لعب الاسهم، نلعب هون انفيرنال لانه في مع زاب. اوكي فبدنا نلعب الزاب على السريع. برنسس يسار لانه طلع من ايده ال حلو. نايس سبيريت، انا سبيريت عم بالعمد نحاطه عشان يصيد له الحلو هداك. حلو سو هسه هون شو في معه ماينر رويال، في معه سكتون دراجونز ظني ضلوا يلعبوا مو قال. اوكي سو هون ما راح ادافع، لعب الزاب، في مع اسهم في مع ماينر. راح العب هون فالكري وعلى السريع وراها جوبلين جانج. طبعا هون زي ما انتم شايفين غيرت لين، بس في مع سكتون ارمو لازم يلعبهم، بس الفالكري راح تمسح بكرامه امهم الارض. اوكي اذا ما رجع خلصينا. في مع اسهم راح يلعبهم، شكلها راح يلعبهم هون برنسس. في مع سو انفيرنو لعبه. اوكي راح ناخذ شويه شيب دمج مش كثير. بعدين في مع ماينر راح نلعب احنا هون ممكن سبيريت، نلعب هون فالكري نمشيها لقدام، بعدين راح نلعب وراها هاي لانه في مع زاب ايده. انا سايكل جدا سريع، احنا نستغل السايكل. اوكي شكلات اللوك بيس الجميل فيها انه سايكل جدا سريع. وهون شو بنعمل؟ نصيد الهاجة لما يجيب كثير، وبرنسس كثير بعيدة بضيق. تفهمين كيف بضيق فيه انا قاعد؟ سوية حتى لو ضرب هنا. اوه توقعت يلعب اوكي ماشي 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 الصراحة، خليه يمسك هذا الاول. اوكي ما مسك، راح نصيد اوه مع بالون. الناس تعرف الناس البالون؟ والله ناس البالون طنش طنش الضربة يا عمري يا نايس. اوكي للأمانة اللعبة كان جدا سيء، ولكن التشكيلة بعطيها تقييم 9 من 10. تشكيلة جدا قوية، بس انا مش لعيب كثير لقبيت بهاي التشكيلة الرئيسية. اوكي هجوم التشكيلة متوسط لانه انت عم تعتمد بس اعتماد كامل على البرل. دفاع حق ادلي جدا قوي دفاع، لانه اغلب بطاقاتك ممكن تلعبها بشكل دفاعي بحت 100%. السينرجي التعوض بهاي التشكيلة، كل البطاقات بيشتغلوا مع بعض بطريقة جيدة. البراعة في هذه التشكيلة على غير المعتاد، جادلي لازم يكون جدا لعيب عشان تلعب هاي التشكيلة خص نص. اوكي واخر اشي الفري تو بلاي سكور، اذا انك انت لاعب ما بتدفع مصاري على اللعبه، متوسط لانه فيها بطاقه، بطاقتين ليجندريات وواحد ايبك. ليتس جو على التشكيله الثالثه مال ريبلز. اوكي برضه البيكا بريدج سبام بتحسها مقاومه للطبيعه، لازم يكون فيها عندك بريدكشنات جميله خاصه مع الباندت. واذا شفت في عندك حال ادفانج ماله معلم، شوف في بالسبارك هون معلم. اذا حسيت في عندك ادفانج بالكسير دائما شو لازم تعمل؟ تعمل بطاطا. اوكي توجم جهتين قصدي. طيب هسه راح نخلي هذا بايدي عشان نلعب على راس ال في دبلين بريشر مان. طيب خلينا نلعب والله هذا هون، بعدين هاي هون. حلو دفعنا جهتين بشكل جدا جميل، وزنا كمان لعب. وهون راح نستغل كمان هجمتي، ليش؟ لانه في معي كسير. حلو اووووت اوكي البنت الجميل صراحه راح تفتح مجال الجوست داش. يا ويلي على الداش اسهم. طيب في معه سبيده هو زابز بات سيات قصدي، ولا ضربه عشان هيك لما تحفظ سايكلو بتعرص عليه يو نو مان. طيب بس البيكا هو بعد مش اكيد هو عارف شو تشكيلتي يعني، فلك احنا بعدنا مش لاعبين البيكا. هسه هو في بايده سباركي مره ثانيه، بس الزاب مش بايدنا عشان هيك راح العب ماجيك ارشر واطي. ولكن المشكله انه في معه ماينر. اوكي سو يمكن يضايقني الماينر لانه صراحه ما راح العب عليه الكترو ويزارد، فهو راح يظل على سباركي موجود. ماذر ويتش راح العب عليها صراحه ماجيك ارشر، ما في داعي اضرب عليها فاير بول. حلو واذا نلعب ماينر عليه بلا فاير بول حق علي تركت لك بدون فاير بول انا وضيع. طيب هسه هو اذا هجم سباركي واجم جهه ثانيه. اوكي انا عم بفتح فيها من ورا، بمسك لين كامل، اذا احطهم من ورا صار حشي معلم ما بقدرش. طيب شو 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 الحلاوة هاي مالي شو فيه شو. طيب حلو عشان البيكا ما يموت تموت قصدي، فكرة البيكا بنت والله. فاير بول نوعا ما عبيطة انا شايفها. شكرا لعبهم هنا هاي ورا، في مع ماذر ويتش هو، في مع سباركي بيده سواش انه بلحق مع زاب اسهم قصدي. اوكي رجع لهاي. وهنا راح نعمل ستاك على اليسار، تعرف ليش؟ لانه البريدج هو اسمها بكا بريدج سبام،
عشان هيك اذا انا شفت حالك معك كثير اعلى منه شوي بس بزياده معلم تعمل ايش اللي قاعد بسويه انا. سو اخذنا دمج عليك كثير اسطوري لانه هو اقل مني بشوي كثير بس. بس اللي بصير كالتالي معلم، انت بطاقاتك كلها 3 كثير و4 كثير عشان هيك عادي يعني انت بتلاقي بتصير سايكل بسرعه. هو في عنده بطاقات نوعا ما غاليه والسبلات مش كثير بتفيده زي البطاقات. اوكي سو جي جي والبليد مان، تقييم التشكيله من 10 9 صراحة، تشكيلة جدا قوية. هو الوردكس جايب تشكيلة صراحة جدا قوية فأنا مش قادر إنه أبعرها للتشكيلة، أوكي؟ صراحة تشكيلة جدا معتمدة. سي آر إل وورم أب جراند فاينل، أوت أوف ثاوزندز أوف بلايرز، أونلي 8 ريمينز، هو ويل بي ذا فيرست سي آر إل وورم أب تشامبيون. لازم نحضرها على البث المباشر معلم. التشكيلة هاي جدا غالية. الهجوم جادلي جدا قوي، الدفاع برضه كمان جادلي. طرف ليش جادلي؟ لأنه البيكا بيعتبروها هجومية ودفاعية، أوكي؟ السينرجي التعاضد جيدة، البراعة جيدة من الريبلز، والفري تو بلاي جدا سيء لأن فيها 1 2 3 4 بطاقات لجندري. والتشكيلة الأخيرة حبيبة الملايين، الهوج 2.6 من الريبلز ضد مهسة الهوج رايدر 2.6. هاي تشكيلة ما بدها تقييم لأن التشكيلة معروفة أكثر من حياتي، ولكن راح نلعب فيها ونعطيها من 10. وإذا صراحة بس فريق التشكيلة معلم، التشكيلة صراحة جدا مقززة. تعرف ليش؟ لازم تكون جدا لعيب فيها، هو اول شغله، لانه معلم غلط واحد صغير بضلك تاكل كتل لتشبع لاخر اللعبه. عشان هيك لازم تكون محترسين، اوكي؟ سو اي بارب ضربه من بيكا ذا لو عشان ناخذ ضربه ماسكي واحده، ما في داعي نلعب هون اي شيء، يلا فريز اعطيني. المهم انت مبين، انت معك اي بارب ومين بيكا معلم، لا اللعبه مبين من اولها انه ايش راح نفوز فيها ان شاء الله ضد مهسه. نور يا مهسه. هارد سيتي اسم الكلان، اوكي. كيف راح نفوز ضد الهوغ رايدر؟ لو تكون مجنون اللعب بس هي يعني. مش مجنون اللعب مش راح تفوز بالهوغ رايدر، والله تقعد مليون سنة تلعب فيه هضلك تخسر زي المنور زي يعني، اوكي؟ هوغ عكس لين طبعا، هذا معروف بالهوغ رايدر انه هو بس بده يقززك يو نو. خلينا نضرب خاوة جولم يمين عالي شو هوغ رايدر وحركين. شو راح العب سبيريت ماشي؟ لاني عارف طبعا ولا راح دافع عن شرفي. صراحة لو دافعت عنها منيح كان، مش منيح كان لانه هو معاه كثير كثير هسه. المشكلة كل مرة عم بلعب في مرة معاه ايبار في مرة معاه ميني بيكا، والمشكلة انه الاثنين ما يموت بفاير بول ترى، فانه اعمل احسن احسن. لا معلم مهسة ما نور، مهسة اقسم بالله انك مهسة يعني هسه الميني بيكا راح يصفق على راسي هسه. سكليتون زالي ما شو الزاب هاي معلم، هاي مين معلمك الزاب الحلوه هاي؟ طيب شو راح ينط هذا؟ يعني شايفين كيف الدفاع ضد الميجا نايت جدا سهل صح؟ اي بار مو هاي المشكله بالهو طلع مع الدلوج ولا ضربه اخذ. يا ساتر استر، نزل لي هذا ودي لي على اليسار اسوء. ايوه هون في معاه ارشارز، اوكي راح اصيد انا هون اذا هيك، لان الهوك مش عم بوصل الهوك رايدر. خلينا نخرب له هجمته. لا يا زلمه مش زلوك، ها خلاص هسه بده يلعن اهلي هسه بالهجمه هاي، ولا حتى دمج ما اخذنا. شو فيه؟ نطش انت. ايوه لا 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 نطش عذاب كنا فرق. الله اخذ دمج مرتب علي. عشان دلق واحد معلم صفرنا فيها اكسير. طيب ليش هجم يسار مش عارف انا يا زلمه، بموت شباب والله ما بموت. طيب اوكي نقرأ بسرعة. عم ناخذ دمج عليه، عم مسيطر على اللعبة انا شايف حالي. دافع يمين بسرعة، دافع دافع دافع، كفو عليك يا زلمة خذ هذا. اوكي
اوكي افق ما بعرف انا راح اروح على الماسكه. يلا بنا. شو القرف هيدا؟ اوكي الهوغ رايدر 2.6 10 من 10. الاتاك متوسط لانه انت بس تعتمد على الهوغ رايدر، ولكن ممكن تخليه كثير قوي او جادلي لانه في معك ادفانتج الا وهو السايكل مال ريبنز. الدفاع ممتاز، تعاضد بين البطاقات الثمانية برضو ممتاز، البراعة زي ما حكينا جادلي، واخر اشي اللي فري تو بلاي سكور كمان جيدة لانه بس فيه بطاقة واحدة ليجندري والباقي كومون ورير. كمان ريبنز لكم الفيديو ما تنسون من لايك، اذا جاي قناة سبسكرايب اذا حابب تتابع البث المباشر. كل يوم سبت على اليوتيوب في عنا لايف، برضو كمان اول ما ينزل تحدي نلعبه مباشرة، يعني هيك بكرة في عنا كمان بث مباشر.